جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في القرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 جينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. عندنا موضوع نفتكر انه موضوع والله مهم جدا ومهمنا كلنا. اي زول اثناء الموضوع ومناقشته اذا حب يخش معانا حبابه شارك، واذا الموضوع انتهى وبعد ذلك دار يقول وجهه نظره برضه نحن بنرحب بوجهه نظره. كتر خيركم، دارين مشاركتكم. الموضوع ده اصلا من زمان. نعم الموضوع ده ما جديد. اي قصة انت من وين وانت جنسك شنو وانت قبيلتك منو، الكلام ده ما جديد. الكلام ده عملوا فينا ناس الخواجات والاستعمار. الاستعمار؟ ايوه الاستعمار ده ما فات، لكن الاستعمار فات. اي لكن للاسف نعم اثاره باقيه لحد الليله. وطيب الاستعمار علاقته شنو بانه انت زول سوداني قاعد في بيتك ومعاك اخوك واهلك، يجي زول يقول لك جنسك شنو؟ لا لا اها الاستعمار ده نعم لما مرق فات. ايوه حاجاته السمحه نعم خليناها. طيب وحاجاته الكعبه بقينا متمسكين بها. ده اللي حصل لنا، عشان كده البلد دي ما مشت لقدام. والله مشكله يا محمد يا اخي، مشكله. أيوة. مشكله. انت عارف دي ما بقولها المناطق الطرفيه، اللي هو في مناطق خلوها ما تشتغلوا بها. ايوه شفتها. وفي مناطق خلوها برام. ايوه هم برام بيتعاملوا كانوا المناطق المقفوله. يقول لك دي منطقه مقفوله. ايوه ايوه صح صح صح. لكن يا محمد ما في حاجه انت لازم كمان تحطها في راسك. أي. انه الليله انا مثلا عايش هنا في السودان. أي. ومولود هنا وعندي شهاده ميلاد، امي مولوده هنا وابوي مولود هنا والاسره كلها مولودين هنا. عرفناك. كلام ده وقع عليك؟ نعم. يلا اللي بيخلي جاري طوالي جاري. هاي. لما تجي مثلا يقول لك والله الزول ده من وين؟ هاي. هو من وين؟ هو يقول ده جنبك، تقول له من وين كيف؟ داري يعرف يعني الجذور ولا داري يعرف الحروب؟ انت زي ما قلت الاستعمار فكر بانه في مناطق ما يشتغل بها، انت قاعد انه مركز على المدينه. الجنوب ده هاي. الجنوب ده قاعد السبب فصل شنو؟ اها ما الاستعمار ده مكرس له من زمان، دي منطقه مقفوله، دي البرام خلون، ده الجنوب خلوه برا، ده الجنوب خلوه برا، لا من ايش؟ جيناهم واقفين. واسدي كان جاي هنا وسهينا وتابعنا الكلام بالجنبه. أي. السياسه دي أي. والله بتضيعنا، والله السياسه دي بتضيعنا. ما دارفور ده هسه، ما دارفور ده هسه ما في امان الله. بعد شويه حيقولوا استفتاء، بعد شويه حيقولوا انفصال، بعد شويه حيقولوا ناس يصوتوا، بعد شويه ايش؟ بعد شويه السودان ده بيبقى بس دولتين او مدينتين كده بحر ومدرمان. يقول لك دي تلقون ما فيش بس. ها؟ الموضوع انتهى. طيب لا دارفور طيب. لا كردفان لا يحزنون. طيب يا محمد الاستعمار ما فات. هاي ويش نحن كجيل قايم الاستعمار هسه ما مشى خلاص. نعم له قريبه 60 سنه. يلا اليلينا نحن شو كمواطنين؟ الحكومات الحكومات الجات كلها ما قعدت في الوطن. انت السياسه دي انت شنو السياسه دي؟ ما زي الكوره. نعم هسه الكوره ما بقول لك يا حبيب خط الكوره وطا. اي خط الكوره وطا دي شنو؟ خط الكوره دي وطا معناها نقعد انا وانت. نعم عشان نحدد نحن منو. طيب وجينا من وين. نعم وعشان انت من وين وجنسك شنو دي تاني ما تتقال. العالم ده كله اتطور يا اخي ماشي لقدام الا نحن. يا حبيبي لحد هسه قاعدين في انت منو واهلك من وين؟ لا ساكن وين؟ انت مش كده. انت عارف انه حسي
المشكلة إنه الكلام ده في بداية السبعينات أي ونهاية الثمانينات وتاني رجعت يعني بقت زي بتمشي وتجي اختفى لأنها ثابتة تمشي تاني ما تجي اختفى فجأة كده وتاني رجع تاني رجعت صح يلا الكلام ده بيجي كيف أي يعني مثلا الليلة العلاقات الاجتماعية نعم نحن العلاقات الاجتماعية دي بتربط الناس صح يعني مثلا يقول لك الجيران ده من وين وده من وين وده من وين وده قبلي وده بحري وده جاي من كده لما يتلموا كلهم أيوة. يحصل بيناتهم زيجة أيوة. المسألة بتنتهي لأنه في البيت بيكون عندك كم جنس المرأة من وين وانت من وين واخوك الثاني جايب من وين لكن القصة دي صعبة شديد شوف نعم. والله موضوع الهوية ده هاي والله موضوع مسائل كيف صعب شديد موضوع صعب 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 لكن الصعب وأكثر نعم نحن ايوه كيف يعني اتجاهلناه ما اشتغلنا به ايوه محمد يا اخي ما جارين ورا المعيشه ايوه جارين ورا المعيشه ورا الرغيف والكسره والملاح واللحمه والبطاطس والبمبي في ناس ذاته يقول لك يا اخي نحن اهم حاجه عندنا ناكل ونشرب قصتك من وين وانا من وين دي يقول لك نحن ذاته ما شغالين بها ده كلام بتاع ناس مثقفاتيه بتاع ناس متعلمين بتاع ناس نخبه فوق نحن ما شغلتنا بالعكس الكلام ده بهم يزول لانه اسس السبب بسبب الكلام ده يعني احنا هسه الحرب قايمه والبلد متجزئه وال والله يا حمد هاي انت عارف في امريكا هاي لما نقول لك انت تتجاوز المطار هاي وتركب التاكسي الامريكي هاي انت امريكي حتى لو جاي من السماء واقع الربي والعطازي المفروض هاي نحن لما يسالونا هاي نقول نحن انا سوداني بس موضوع انتهى يكفل على كده بعد ذاك يا اخي افريقي هاي عربي نوبي ايا كان يا اخي خلاص الموضوع انتهى انا سوداني بس معناه ناس عشان كده اقول لك النقطه الاساسيه لما تقول لي يا اخي تجيب جنب اي زول سالك بس السلام عليكم زي الحال يا اخي شلا طيب الحمد لله كيف امورك شلا طيب يا اخي الحمد لله اسم الكريم انت مشبهني ولا شنو لا ما بس اسم الكريم يعني بس لاحظت كده انه مشبهك كده محمد ايوه الله يخليك من وين انت نعم ده السؤال اللي بيجيبه الحمار صح الله. من وين انت دي ليه تقول لي من وين يعني كيف من وين يعني هاي شفتها ما سوداني هاي بس سوداني هاي دايرين الجمله دي الجملة دي أو الكلمة دي تنسحب بالراحة مننا ما بتنسحب كيف بتنسحب؟ ما بتنسحب كيف بتنسحب يا محمد؟ ما بفهم ما مساعدنا نحن ما مساعدنا يا محمد نحن مشكلتنا ثقافتنا وبعدين زي ما قلت لك الاستعمار ده وكنت مشى خلى لنا الحاجات الكعبة ونحن تمسكنا بالحاجات الكعبة وخلى لنا الحاجات السمحة أنت عارف أقول لك ولد خالتي عنده ولد صغير في الروضة صغيرون دريافين صغير في الروضة بيقفون كده وبيلعبوا وبتاع الاستاذه جات قالت له ازيك يا حماده اسمك منو قال لا اسمي محمد هاي. محمد ايوه يا محمد انت ابوك جنس شنو الشافع عين كده قال له ابوي فنان شوف الواد ده كيف ابوي فنان ما عارف انه هو سوداني لكن تقول له شافع صغير عمره 4 سنة جنسك شنو الواد طوالي جاوب هنا قال له ابوي فنان رجع كلم ابوه ابو جا الروضه ثاني يوم قال لهم يا اخواننا نحن المسائل بتاعت انه انت من وين انت جنسك شنو من وين يعني حيكون من وين من الوطن انا عارف شفتها فدي كلها قامت قالت لي والله نحن طبعا دي ثقافتنا ويعني قلت لها الكلام ما داري فلسفه ما داري اي فلسفه نعم اول حاجه نمسك التعليم ده من المدرسه الطالب اللي قاعد جنبك ده طالما سوداني وقاعد جنبك هو قال معاك ده معناته مولود معاك صح كويس صح. الا ما ندر انه كان مثلا بيقرا في جامعه جاي من برا ده ما بيكون مع جوازه معروف اجنبي نعم. وقاعد في حته برا وكده نعم. لكن معاك في الحله وبيلعبوا الكوره سوا ودافوري بتاكلوا الشطه والقنقليس تيجي تقول له يا اخي جنسك شنو انت من وين ولا في ناس كان عندهم نغمه كده هاي. يقول لك لا ده مو من البلد دي كده يعني لك كده بهناي كده يعني هاي بتعالي يعني هاي هذا ذاته ده من وين ده اللحم راسي ما اعرف جابوا لنا من وين يا اكملوا علينا البلد يا اخو البلد حقت منو انا احنا ذاته ما عرفنا حقت منو مشكله يا محمد يعني هاي يا زول يقول لك لا وفي ناس من كروه في ناس ما دارينا ذاته يقول لك يا على الله دي بلد على الله يا اخي لا ما يقول لك يعني احنا ما جينا ذاته شنو كده ولا جينا بس جينا سودانيين يا اخي شنو ده يا اخي بلد دي يا اخي انا قال خلينا شوف الناس برا كيف لا الناس ده البرة ديل أحسن منك في شنو؟ نعم ما لأنهم اجتهدوا وقعدوا في الوطن دي أيوة يا أخي نحن استغلينا سنة كم يا أخي؟ نحن 56 أيوة يا أخي نحن من 56 ما قعدنا في الوطن ده لأننا قعدوا هسه
لكن اقول لك كلام والله قاعد هسه برضو اخير من السكان ساكت برضو يعني في حركه شويه كده كويسه اي لكن هسه ذاته نحن كناس بنقرا ومثقفين نعم. من المفترض اولادنا والجيل القائم ده نوعيه نعم. انه الكلام ده يشيل منه حبه حبه صح الاستعمار استوطن نعم. وعمل حاجاته وقال نعم. المناطق دي مفكوله خلوها براهم ديل قبائل براهم ديل عشائر براهم والعمده يكون مسؤول منهم الكلام ده كله استعمارنا ما فرزهم كل الناس خدتهم براهم نعم. عشان شنو ده ما اسمه فرغ تسد انت ما عشان الناس لو بيقوا كتار كلهم كلمتهم واحده نعم. ما في زلمه بيقدر عليهم اكيد لكن يجزيهم كده يخلي ديل بيجاي يقول لهم انتم بالمناسبه مهمشين انتم مهمشين انتم حقكم مهضوم ايوه تشنو ده الحكومه ناسياكم ما عندكم ولا عندكم مستشفى ولا عندكم نسبه انتم قاعدين ساي تشنو ده قطاطي وهنا ما ناس ساي بهايم ما عندكم اي حاجه ما في زلمه شغال بيكم الناس شغالين في المركز هناك ايوه المركز هناك فوق الخدمات وفوق الحاجات نعم. ثلاث احسن منكم صحيح 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 بس دليل ملو صحيح والله يا حمد دليل ملو يا اخي انت ما تجتهد امشي ناس الحكومه ديل وقول لهم يا اخي تعالوا في الجدي عمروها اعملوا لنا كده واعملوا لنا كده واعملوا لنا كده بدل تجنب تحرش حرش ما بجيب قتال بعد شويه بجيب ضرب بعد شويه بقول اي والله انا ما شغالين بي مسكين قاعد يعني في خلص هاي في حته ساي كده دول لا في خدمات لا في ده لا في ده وتجات منها الفكره حقت انه ده المهمشين ده المهمشين ناس المركز المناطق الطرفيه ارفع عن جمله دكتور غيزه يقول لك والمناطق المكفوله هاي وزول معاك وفي بلدك أيوة. طياره ما بيركب بعربيه بيجيك بحمار بيجيك يقول لك المناطق المكفوله الهامش ها الهامش ها يسمون الهامش الهامش والله هاي ده المسخره يقول لك تعرف هاي كده يعني الهامش يعني الهامش هاي يعني ما صح شنو يعني الهامش يعني يلا يلا نحن يعني ما مهمين يعني هاي ما معنا تبعيدين بس ما ناس يعني يلا ده لما يكبروا اكيد حيقوموا يحقدوا على المركز بس نفت كده يقول لك ده الحصل نعم وده العمل الاستعمار فرق المناطق دي كده عشان يكون مسيطر على البلد كلها يعمل فيها الدايره واسه ده الحصل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يا محمد دي مشكله يا اخي لكن شايف ناس عثمان دي لو امبارح كان بيشاكلوا نحن لو مشينا وعيناهم شويه كده شكلتهم دي لحديها لانه بيقوم يا اخي ضرب ضرب يا اخي ضرب مسك لك جاره ده ترزي قال له تضربني انا الترزي قام من مكانته جرى فش غبنته خلى المكنه فو وجاري ورا بالعصايه وجيران حيطه بالحيطه قال لي انت من وين هو ده بقول لي انت من وين قال يا حجي ام درمان قبالكم قلت له ام درمان شنو يا عليك الله يا ام درمان شنو ما تقول لي ام درمان ولا ثوره ولا خرطوم ولا هو ذاته كده كبني ادم مش معاك وجنسه السوداني يلا ايه اللي ام درمان ايش ام درمان يعني ايش شنو يعني يا محمد ولا حاجه ولا شيء ام درمان دي حته المكان المكان الناس ساكنين فيه المكان لما تسميه بيسميه بناسه نعم بالعشيره نعم بالجمله سمحه نعم يا عليك الله شو السلام كيف السلام عليكم وعليكم السلام كيف العيد لما نجي أيوة يا سلام العيد الله اكبر الناس الله كلها. كلهم يقول لك السلام عليكم زي الحال ان شاء الله طيب الحمد لله كل عام وانتم بخير احنا مننا كل سنه وانتم طيبين ما في كلام زي ده في الدول اللي برا صح ما في صح شفته ويتفضل احنا ما استفدنا منها السلام ده والحنيه دي والتقارب ده نحن ما استفدنا منه حول ولا قوه الا بالله ما استفدنا منه اي حاجه اي والله يا محمد يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله ما استفدنا منه سبحان الله يا اخي الاستعمار والله يعملها فينا كيف لكن مين يقدر عليهم نحن ما الحمد لله ربنا يميت في عمرنا حبه كده الباقي لنا من عمرنا نجاسب بيه الجيل الجاي الصغار الدريفين ديل نعم. يواصلوا الباقي لكن اهم حاجه اي زول بيمشي في ارض البسيطه في السودان هنا نعم. يخط في راسه انه لما يقول انا سوداني ما يقول له من وين وجنسك شنو يعني شنو جنسك الكلام ده انتهى ايام الجنسيه أيوة. طبعا في الجنسيه يقول لك قبيلتك من وين انت من وين يا زول من وين انت حلفاوي ايوه وخشم بابكم شنو خشم بابكم جدك جدك الرابع اسمك الرابع جدك من وين والله يا انا ما اعرف عندك زول في الحله بيعرفك احنا من ما قمنا في البلد دي بس كده ما لا جيب لنا زول جيب لنا زول قبائل مشتركه لكم زول كبير هاي قبائل مشتركه انا طبعا ما كنت مولود في الزمن ده لكم زول كبير زول شوف زول كبير والله يا شفت الكلام ده ده ما صح ده ما حيفيدك لما تزنق زول في اسئله زي دي ما حيفيدك انت مالك وماله حلفاوي دنقلاوي نوباوي حلاوي جعلي يا اخي ما سوداني سوداني هاي والله يا محمد يا اخي يا سلام الموضوع انتهى والله والله انتهى يا اخي تحلها كيف دي ها دي حلوها كيف دي يحلوها بعدم السؤال يحلوها بالفكر يحلوها بانه نقعد في بعض مع بعض اقوال اقوال قاعدين ناس لا اي بس الحكومه دي لسه ما قاعدين ايوه الحوار الوطني هاي الكلام ده هاي مفروض يعوق كويس لا 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 الناس خاتني في الاجنده الاولى في الاولويات الاولى انا عارف اتجاهه كويس هاي والله يا محمد عشان كده رحله زينب ناكل منها واحد تقليه ونيجي نشوف الحاصل شنو
والله عندها التغليه مبالغ فيها. منها؟ ليلى. ليلى منها؟ تجنته ليلى بتسوي الاكل. من وين هي؟ تتكلم قول من وين؟ ما قاعد اقول لك من وين انت حيوان ولا شنو؟ ليلى انا اقول لك كلام. الو ايوه يا طويل العمر شلونك؟ ابي مليح مليح وشغول وين الريالات؟ الريالات اي ريال اي اي ريال الحمد لله خلاص يعني رسلوا فلوس رسلوا فلوس ايوه رسلوا فلوس يا ريال في امان الله في امان الله في امان الله تعالي يا ريال تعالي ده شنو اللابسه ده؟ شنو اللابسه؟ العمة حقتك هسه انا مغسلاها وكاويها وخدتها لك يا وليا انتي مخك ما حلو ولا ليش؟ مخي انا الما حلو؟ ايوه ولا انت قعدت لك في 15 يوم بس يا جماعه في الخليج يا قالب كده شوف الراجل ده اجلب لونك يا حرمه علي الطلاج علي الطلاج ما تتكلمي ولا كلمه والله يا جماعه الراجل ده كان ما جابته الكشه وقعد له سنتين كان عرس خليجيه يا راجل يا راجل ما تلبس عمتك زي الناس خجلتني النسوان في الحله كلها يضحكن عليا هذا عجال عجال اعقل انت اعقل انت اعقل انت يا حرمه يا ام جاسم يا ام جاسم يا ام جاسم خلفتك بالله خلفتك بالله ما تجادليني ولا تزهجيني ما تزهجيني يا راجل والله اركب طيارتي وارجع تاني ترجع وين؟ كشوك وشرط جوازك انت ترجع وين؟ وين عندي جواز جديد عندي جواز جديد الحين برجع الحين برجع واجيب الريالات والدراهم تجيب شنو؟ والله انت ما تجيب اي حاجه طلع الحاجه اللابسه دي ما طلعوا انا عندي حالتين لو طلعت هذا العجال انت تطلعي من البيت اطلع ولا خليه اقول لك حاجه أها. اقول لك حاجه أها. انا بعرف اقلع اكله ولكن هسي أها. انا ما بطلع من البيت خلاص. انا عندي بعدين تعال دينا زلك العبايات جبت علي دي شو العبايات تجيبها لبناتك لكن انا مركت من بيت ابوي بيت توب ده البس التوب السوداني ده حق ماري يا جماعه ها هذه عباية خليجية خليجية؟ أيوة خليجية أنا خليجية ولا سودانية؟ أنت؟ تمشوا برة تتنكروا وتنسوا بلدكم الناس اللي بيجوا من هناك قاعدين يعملوا حاجاتكم دي قاعدين يسلكوا سلوككم ده خجلتونا وفضحتونا فجر أنت فجر فجرانة فجرانة وقهرانة قلت الله يا مريا حرمة يا مجتعة يا مجتعة ما حتتطوري ليوم القيامة اتطور؟ ايوه ما حتتطوري اتطور يعني ابقى خليجية عشان اتطور تبقي خليجية تبقي التونسية انا ما شغلتي تسمع الكلام زوجك انا زوجك على سنة الله ورسوله تطيعيني بدي الطاعة بدي الطاعة ايوه بدي الطاعة انا والله ما بيع وغال تقبليني بيع عمة تقبليني بشلوت تقبليني يا راجل امشي البس عمتك زي الناس البس عمتك واطلع بيها برا هس النسوان كلها يتكلمن قال لي الراجل ده جنة ولا شنو 15 يوم بس يا جماعة في الخليج يعني انت كان قعدت 20 سنة تعمل شنو تقول انا ما سوداني تذكر انك سوداني كله ها هسه انت زعلانة ليش انا زعلانة والله زعلانة في تذكرك ده وزعلانة في جهلك انت زول ما واعي ما عارف حاجة انا فعلا جاهل انا لو ما جاهل بتزوجك انت يا حرمة انت سبب جهلي انا خليت ليك البلد ذاتي يا ام جاسم خليت لي البلد ايوه ما هو تجيب جابوك راجع لي امشي بالجل امشي سوي شاي يلا اسوي شو سوي شاي بسوي شاي ايوه لكن العقال ده أه. انا بعرف اقلع منك كيف تقلع ايش سلام عليكم ايش سلام عليكم يا جيعان يا فجر سلام عليكم يا فجر سلام عليكم يا فجرية سلام عليكم يا فجر يا سلام عليكم يا معفصة سلام عليكم ها مرحبا بس انت العب في روحك ده مين معي؟ الوقاية الخاطئة في راسك دي شنو؟ محمد ها؟ أه؟ سلام عليكم زكي ريال أوه. عليكم بكاء أي بكاء عليكم فين يا طويل العمر؟ الله
يا حمد يا حياك الله حياك الله إشلون حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله حياك والله والله يا حرنا يا طويل العمر حياك الله وبغاك زهرة لهذا الوطن الحمد لله ربنا يبليك بحب من جود بنت الشيخ إدراء تفوز في هذه المنايا الحمد لله يا حمد يا حمد انت هو بقيت ما سوداني ولا شنو ليه يعني كيف شنو يعني هسه كلام كلام شنو ذلك الله هسه كلامنا ده ما خير منه يعني الحين يعني كلامي هو الخير في البلد يعني هاي كلامي هو الخير في البلد هاي يا اخي يا حسن انت تتاثر ليه انت ما تتاثر انت تتاثر ليه انت دائما سلبي تجيب لنا الحاجات الحين دريد يا اخو ايوه الحين دريد انتوا محرشين من ام جاسم وام جاسم هي حرشتكم عشان تجوني هنا وتقولوا هيك يا حسن حسن كده طلع البتاع دي من راسك بيعمل لك صباح صاي تعال تعال يا حسن اسمع كلامي يا اخي انت الكلام اللي بتقول فيه ده ما عنده معنى انت اللي بتعمل فيه ده ما عنده معنى انت سافرتك مش قعدت في الخليج احكي حاجاتك انت حاجاتك اللي انت سغفتك انت ما يفهموني ما يفهموني كلامي يا حسن يا حسن يا حسن اسمع كلامي يا حسن اللي بتعمل فيه انت ده اسمه جرمخه جرمخه وش جرمخه يعني انت يعني الحقك انت روكا روكا انت الروكا ذاتك روكا ما يا اخي معني عليك الله انت اللي بتعمل فيه ده مشكله باعتبار انه انت مشيت شايل ثقافتك شايل عاداتك شايل تقاليدك بتعرضها لهم هم بيكتسبوها بيشيلوها منك انت بتجي بحقهم انت تفتخر بحقك قاتلي عقاله يا حرمي يا ام جاسم ما عليك الله خلي القصص دي هاي يا اخي الموضوع ما ياهو يا اخي والله العظيم انا احكي لك قصه في واحد شوف السودانيين عاملين كيف شوف السودانيين في الغربه بيعملوا كيف مبالغه سوداني في الغربه عيا في دول الخليج الحسن مش جبت يعمل لك عقال وجاي يعمل لنا فيها وهمه دي عيا قاعد في المستشفى السوداني تعبان ما معه اي زول يتلفت بعين والناس بيسالوا فيه وايش غرايبك وين رفاقتك ليش قاعد هون مسكين فقام قال لهم الروشته دي بس ادوها لاي سوداني في الشارع بس قول لهم في سوداني راقد في المستشفى وادوا علاجه ده بس داري يتعالج ادوا الروشته الخليجي بعين لك قال له ايش هاي كلام مجانين فعلا شال الروشته مشى بس اول سوداني قال قال له والله هاي سوداني راقد في المستشفى وقالوا يدوك الورقه قال وينو سوداني شال الروشته جاب الادويه والبتاع ثاني يوم السعودي لما الخليجي لما خش جوا العنبر لقى السوداني جبل قاعد متكل معه وبيسقي فيه بمويه اشرب قال وش هاي الحميميه وش هاي العلاقه راجل مو بيعرفه اديته الورجه ثاني يوم صنقر جنبه وين دي اسمها الدم اسمها الكوميونيكيشن الاتصال الوجداني وقع عليك وجع ها وجع هسه العالم ده كله كان حمته بتلقى لك زول يعمل كده السوداني ما بلجأ يا اخي قول ما بلجأ ما تقول اي شيء الجيم اللي طلع روحك طلع الجيم ده من راسك شوف ده واحد من في البلد دي حول رصيد بالغلط 1000 جنيه او مليون زي ما بقولوا حول بالغلط ضرب للزول قال لي يا ابن العم سلام عليكم قال لي مرحبا بك عليكم السلام قال لي معليش يا اخي بس في 1000 جنيه جاك بالغلط مليون جنيه قال له في رصيدنا في تليفوني انا دقيقه طيب رجع عين كده لقى فعلا في مليون جنيه في رصيده قال لي اي والله لكن والله بصراحه كده اقدر ارجع لك قال له ليه في شنو قال له والله بس امي عيانه امك عيانه خلاص شيلها على جبهه الزول طوال استغرب قال انا قلت له امي عيانه لا عندي به علاقه لا عندي به وصله لا حول الزول اتاثر هو كان عامل له زي تمثيليه كده رجع له قال له والله يا ابن العم انا بس امي ما عيانه كنت بس قال لي يا زول هوي علي الطلاق ما ترجع طالما امك عيانه هناك قال لي بس داير اسالك سؤال انت المليون اصلا مرسله لمنو قال لي مرسله لولدي بيقرا في الجامعه عيا داير اخليه يتعالج بها شوف الحميميه دي شوف القصه دي عنده ولد وعيان لكن لقى الام حنيتها اكثر من الولد الولد ما شاب ممكن ينتظر ثاني يرسل له لكن الام دي لو فقدها ممكن الزول ده يجين شوف العلاقه دي في لقى كلام زي ده في الدنيا دي ما لجاني يا اخي ما لجاني كذا انا اسالكم اي هسه السودانيين ديل برا طيبين خلاص ايوه بقول لك ذاك سوداني طوالي بيجر عليه ايوه ما بقول لك انت من وين ولا هنا سوداني بس طوالي بيجر عليه ايوه سوا ايوه هنا الكلام ده ليه ما بيتعامل بس بيتعامل برا ما اجى ده سؤال
هاي السؤال نسأله لإيدك أبو حمزة غريبة. يا أم جاسم يا أم جاسم يا حالي غلط من الموضوع ده يا أخي خلاص يا أم فتفت أم فتفت فتفت يا أخي خلوني في حالكم يا أخي علي غلط عايز إيدك قصة غريبة يا أخي والله عايز إيدك والله حاجة غريبة والله يا حمزة الغريبة أن إحنا لما نطلع برا نعم مع كان مشينا أي دولة نعم طوالي بنحاول نقول الكلام حق الدولة الثانية من أي بس يعني مثلا مشينا مثلا أي حتة أي مشينا سوريا أي بلش ها عندك مصاري وش بدك وش بدك شو تريد ليه ما بنتكلم كلامنا طوالي بنتكلم كلام مشينا مصر أي إيه بي في إيه في إيه عايز إيه عايز بكشيش هات واحد كشري أصلا جاي من السودان إيه عطوة في إيه يلا ما المشكله هنا ليه ليه عايز اوريك المشكله شنو المشكله انه هو بيفتكر انه لو اتكلم بالسودانيه بتاعته ما هيفهمه ما هيفهمه وده الغلط يا اخي انا اتكلم بالسوداني افهمه لو لا ما نفهمه يا اخي في حاجه ثانيه ما اعرفها واقفين صف كميه ناس كثيره واقفين يا زول شو بلدك قول الدوله الفلانيه شو بلدك دوله اول ما مد ايده كده للسوداني السوداني قال له شوف يا زول قال له السوداني امشي بدون ما تسال يا زول حاجاتنا ايوه كلمه يا زول ما بفضل بقولها ما بفضل بقولها صح قال لي يا زول قال لي هاي سوداني تفضل شعل بيه جنب هون لوين رايح لوين رايح كلام اه يا اخي كلام ما يقعد لك 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 عقال يا ام قاسم هاي غريبه يا اخي اي والله يا حمد نحن يعني نتاثر بحاجات الناس الثانيين ونحن كلامنا ما ياثر ويقول لك كان احنا كلامنا سريع كلامنا سريع كيف ما الناس الثانيين كلهم كلامهم سريع هسه ما في دول كثيره والله يعفص لك الكلام ده والله ما تفهم اي حاجه يقول ها سدل نحن كلامنا والله عربي أي. واضح والله ما فيه اي مشكله بس انت لو ركزت شويه اي حاجه بتفهمها بس بالضبط كده عشان كده نحن ذاتنا قاعدين نلعب في الدور ده خلاص ما نخليها مثلا الموضوع ده كله نقول جانب سياسي نعم. الجانب الاجتماعي ده برضه ما مهم نعم. في البيوت نعم. في الاسر نعم. في الاسواق نعم. في التجمعات نعم. في الجامعات نعم. العلاقات الناس تفهم بعض جمل اللي بتتقال الكلام ثقافه صح. صح انت عارف اي عباره مكتوبه التعليقات اللي بتتكتب في العربات دي نعم. دي ما دلاله على شنو ثقافه الدوله ثقافه البلد المواطنين يا اخي ان شاء الله نصل لحل في في مساله الهويه دي نعم. لانه خلاص فترنا منها بعدين طوالي لوك لوك الهويه 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 لوك 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 الهويه 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 فترنا منها يا اخي لازم يحسموا لنا الموضوع ده عشان نشوف لنا حاجه ثانيه بس مهمة. الناس دارت تاكل ودارت تشرب يا اخي بس خلاص اي والله يا حمد يا اخي الناس اللي قاعدين ديل نعم قالوا عندهم 1 2 3 4 6 حاجات نعم قالوا من ضمنها الهوية الهوية دي بس ان شاء الله يوصلوا لحل ان شاء الله والله يوصلوا لحل عندك بيوصلوا في حاجة واحدة بس نعم في انه انا وانت وديل والبقية اتفقوا نعم في جملة دي بس نعم. انه الكلام ده يشال ما زول واحد ما ذا كلام ورق ارض الواقع ده السؤال نعم وقع عليك والله يا اخي ما وقع علي عشان كده حقه يمكن الناس دي يوقعوا عليك خلاص كده اسألهم اسألهم جيبوا الباقي اول حاجة يعني نحن الدولة حاسة بتناقش بتقول كلمة هوية يعني احنا قدنا استقلالنا من سنة 56 يعني حاسة حاليا 50 سنة ليه تاني نرجع نقول هوية وما هوية ما هو الفصل السودان من مقام دولة إفريقية إفريقية عربية لا بنلف وندور في قصة هوية الناس حقوا شيفت تنمية البلد في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال حاسة الجنوب يتفصل مننا احنا بنلف في حلقة مفرغة قصة هوية دي مفرغة منها المفروض الدولة تهتم بالشباب وبالتنمية حتى بعد قصة الهوية دي بتجي تلقائيا إنه قصة الهوية دي ما زاد أهمية بالنسبة لنا إحنا سودانيين سودانيين من سنة 56 ليش معنا حزي يقول لك الهوية حزي حاليا هوية يعني شنو سوداني أفريقي عربي خلاص المفروض نحن نكون شعب سوداني لا بنظر لأي حاجة يعني لا للعراق يعني تجمعنا دولة واحدة اللي هي السودان يعني أصل نحن ذيل يعني السودان ده محتزبة جدا واي زول بيقول كلمه في السودان والله زير كانه قال لك كلمه في شخصك بالنسبه للهويه هي يعني قضيه يعني من قضايا الحوار الوطني الان وهي مهمه شديد وانا بفتكر ما نديها يعني اهتمام كبير يعني نهتم بالقضايا زي ما ذكر اخونا اللي بتهم الشباب لانه هسه يعني الشباب يعني الساده المسؤولين ما مهتمين بهم خالص يعني أنا خريج ولحد الآن يعني ببحث عن عمل من مؤسسة لمؤسسة وما في أي الهوية دي كرست ليها جماعة ضعف الدين ضعف الدين اللي بقى نحن عندنا في السودان هنا يعني بقى شيء مخيف نحن كسودانيين سابقا بتلقى يعني الهوية دي الناس ما كانت بتكرس لها باليوم الليل أو بالحيز الليل الموجود
ليه؟ لأنه الناس أصلا كانوا جدودنا سابقا يا جماعة بيطبقوا الدين بالفطرة. نحمد الله نشكر هذه نعمة عليها. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله قال إن أكرمكم إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أصلا أي زول في قلبه في إيمان كلام ده ما بيعني له ولا شيء ولا ذات أهمية. لكن ضعف الدين في الأمة الإسلامية وفي شبابنا وفي جيل وفي ثقافتنا الآن وكرست لها يا جماعة دي حاجات كثيرة ما الليلة ولا أمس. الولد ده ما خلاص بعدنا عايز احنا ماشيين خلاص نخطب له لكن ما تسوي لي فلسفتك العارفه انا ديكا وتقول لي البلاد كلها واحده والاسر كلها واحد. لا 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 نحن لازم نقع في اسره عندها اصل وفصل. لا يعني كان الزول متدين وعلى خلق انا اقول له معلش يا اخونا. لا والله في حاجات ثانيه في حاجات ثانيه حاجات ثانيه شنو قروش يعني؟ لا ما قروش في حاجات ثانيه كدي. ايوه قصتي انت من وين؟ رجعنا ثاني المربع الاول مش؟ ايوه هوي انا ما بعرف كلام زي ده. انا بعرف الولد والبنت الاثنين قبلانين ورضيانين والولد على خلق وعلى دين. انا ثاني ما عندي اي مشكله. لا لا والله الولد قال لي انا البنت دايره وقال لي اهلها كويسين لكن كمان نحن ما برضو نشاور هنا ونزعل هنا ونشوف البيت اصيله شنو فصيله شنو. ايوه كيفين عاد بنمشي ساكت يعني ما سالت يعني ما عارفه يعني؟ ها والله انا حسن اخوها ده عاد بعرفه معرفه تامه وما شاء الله بيتهم كله البيت فيها كلام؟ البيت ما زولت بيت ما عملت بيت يعني؟ لا والله البيت ما فيها كلام البيت قاطعه قاطعه ما شاء الله تبارك الله جميله جميله سمحه الحمد لله سمحه شديده. اها وناس مرتاحين؟ لا ما عنده روجه. طيب يا اخوانا ثاني دار شنو؟ متدينه بتصلي؟ الحمد لله. بتطبخ كويس الاكل والشراب؟ ما شاء الله عليها. طيب ثاني شنو؟ ذات جمال ومال ودين وبتعرف ثاني دار ثاني في شنو؟ في حاجات انا بعرفها، في حاجات انا بعرفها لازم اتاكد منها. نمشي عليهم؟ ايوه نمشي عليهم نشوف العينات. انا بمشي عليهم لكن اي كلام ملولو ما بينفع معي. انت انا داري اقول لك حاجه. أي. عينك دي تخليها في عيني. تعاي لي كده في عيوني دي تشوف لي كان في حاجه بتعرفها. ما تمشي تقع حساي. راح. والله انا اكثر زول في الدنيا دي بفهمك. انت قال انا ما بفهمك ولا شنو؟ والله انا عاي لك كده ساي افهمك. وانا فاهمه العالم ده كله. راح. عليك مهذبه. أي لا. ما تطلع لنا كلمه كده ولا كده. انا عارفك مرات عندك حاجات كده متطرفه. اوعي تتطرفي. سامح انا والله جنب جن التطرف. سامح انا والله التطرف ما بريده والفككاء ما بريده. الزول يكون متوسط. اتحرك امشي كلامك يكون موزون ما تنضمي برا راسك. كلامك يكون مقعد. سامح كان عندك كلمه كده ولا كده احتفظي بها على رقبتك ما تجرحينا. اتفضلي. يلا يا عثمان يا امنا يا امنا يلا جيبوا الحياه تتحركوا سريع. هاي خطوا المويه المسامات هاي الخبيث المره اللي فاتت جابوا لي والله احرجونا. لا 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 عليك انا نجدوه كويس. لا لا بنجدوه بنجدوه عارف المره اللي فاتت ما ترشق لي يا سعاد اختي. ما ترشق سعاد اختي خبيث ني ساكت. ما يسوي لي خبيث ني عليك الله. لا 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 خبيث بيظبطوا كويس يا اخي بالراحه. يلا يلا هاي هاي شاي شاي نخلي السكر برا مش ما معروف ليش. هاي لبن عليك عشان ننزل ما يرجعوا. شاي لبن شاي لبن اصلا شمال اديهم فرصه ينطوا كده ولا كده. بس خلاص نوريهم احنا مغندلين ومرتاحين يا اخوي. لا ما حاجه نوريهم ما في بيش بيجي يشوفونا بطبيعتنا بطبيعتنا بشاينا بشاي لبنتنا مالك بشاي لبننا. ما خلاص بس هاي يلا اسمع ممكن نعمل لهم رقاق 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 ممكن. يا اخوهم جايين يسحروا ولا جايين يخطبوا يا ناي؟ جايين يسحروا شنو رقاق يا ناي؟ ما اقول انا ضيفهم يعني. سامح تقلي كيف مع المغرب كويس؟ تقلي خلينا انت نجاوبهم بها بعدين برانا برانا كويس خلاص. بس هم قالوا جاينا الساعة كم هم مصر؟ والله ما اعرف ان شاء الله مودي مواعيدهم غايته. بس خلاص خير مواعيدهم. يلا يا امنا تلت تلت تلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاحوال شالك كويس الله يسلمك. الحمد لله شالك الاحوال شالك كويس الحمد لله شالك كويس. تعال يا حمد تعال يا حمد. السلام عليكم. كل الاحوال شالك كويس الحمد لله يا جماعة. الله يخليك الحمد لله الله يسلمك الحمد لله الله يسلمك. شرفتونا والله. الله يخليك تفضل. شرفتونا والله ونحن سعيدين جدا يعني ان شاء الله يعني ربنا يعني يسوي فيها الخير. والله نحن من الشرف والله. الله يشرف الله وقدرك والله. والله نحن المشرفين. والله بيت مال عيال. اللهم امين يا رب العالمين يا رب العالمين. بعدين ما في خطوبه.
خطوبه ونمرق وماشي ما ينفع. طوالي قطع ناشف. ايوه قطع ناشف. امسك لي وقت طوالي كذا. طوالي كذا عقدك عقد طوالي طوالي. قلت لك يا حسن ما شاء الله يعني جاركم يعني ما جاركم ده ورجالي ده جاري جاري وما جاري محمد ده ودي عمي لازم يا اخي ودي عمك؟ ايوه ها تعال تعال ده ودي عمه رجالك لا تنظم لك كلام ما ياهو ده ود عمه اوي هاي هذا اسم الله الله يسلمك والله يسلمك الله يسلمك ابقى مارك انا كلمتك كلمتك قلت لك خلي كلامك دغري ابقى مارك ابقى مارك انا معك اجي يا اخواني بيجي قلنا ازعاج الطوالي لا طوالي خلاص ما عقد طوالي الله بيجي قلنا ازعاج امرك قدامي امرك قدامي مش امرك قدامي عقد عقد يعني انك قلنا ازعاج خلاص الله اكبر بعد ساعتين بالله عليك الله ساعتين من الموضوع ده عليك الله والله العروس انا والله ما في ده خلاص كبرت بس ساعتين بس بالله يا سلام ساعتين تقول لي ازعجت يا سلام بدي لازم نعزل انتهي الموضوع ده بدي كبرت والله يا ناس اي بيت اسمع دي قاعده قال لي يا عمي زمان ابوك قال لي البيت دي زي جناس البحر تدفن اول ما جاء عريس هذا قلت له من وين طوالي ايوه هو عليك الله يعني هو في عريس ذاته عليك الله في عريس ما في هاي ذكرتني انا عشان يمكن برضه الحين الموضوع قال نحسبه الليله موضوع بتاع الخطوبه بيت خالي خالي طوالي طوالي ما عندك اي انت انا خايف اروح اي بس اروح 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 جبت خايف والرقاق اللي عمله ده الرقاق خليه على كلام شيخ السلام عليكم عليكم السلام يا ريس مرحبا بك كيف حالك يا تمام والله كله كويس الحمد لله الحمد لله الله يبارك الله يسلمك انت الزول دار تشتغل اي والله وهذول كله حاجاتي جاهزه بعدين في الفايل ارسلنا لكم امس الفايل هاي من الموظف انت منو اسمك منو انت عقيف انا اسمي حسن لا لا انت فايلك معانا هاي هاي حسن أي. حسن محمد علي انا فايلك معانا حسن محمد علي النبقه فايلك معانا هاي كل اموري تمام والله ومستوفي ما شاء الله باين الشغل بس يا اخي انت عندك شهادات عاليه خلاص يا الحمد لله ولد بعدي اول دفعتي ما فكرت من الروضه جري كر كذا للجامعه لحد الجامعه لا كر بس كر ما شاء الله وعندك ماجستير كمان اي والله وخاطب كمان برضه شغال في الدكتوراه سمج اي لا جاي جايز احتمال بكره المناسبه انا لها الدكتوراه ما شاء الله اي والله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله كذا موضوعي ضبط يا زين انت ما من طلب العلا سهر الليالي يا سلام ايوه 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 قرايه قرايه تمسك وظيفه صح كمان اقول كذا والله كذا دقيقه لو سمحت عندنا حاجات كثيره احنا ايوه نعم. غير غير دي عندي فايل فايل كبير بكره حاجي اقول لكم غير الماجستير ما برضه في كلنا شغالين في الدكتوره بكره بكره بناقشها نقاشا مستفيضا وحارا تش ما شاء الله انت انت من انا انت سالياب انت سالياب اي سلي يا انا لازم نضرب لك رقمك معانا لا ما ورقي انا كله كويس يعني يا اخونا ها انت من التسالياب انت سالياب هاي من نضرب لك رقمك معانا تفضل طيب الفولاب كيف يا سلام فولاب مالك 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 الفولاب يعني فولاب انت بتجي بجمع ولا لا تفضل عشان التسالياب دي ما شفعت لي ما عملت لي شيء يا استاذ لو سمحت اها اتفضل خلي الدكتورات تحتك دي تشغلك اتفضل قلت سلام قال صلي على سرايا الحديد يا صلي على سرايا الحديد يا كم تسلاب تسلاب والله كان تشتغل تشتغل في راسي ده تسلاب قال والله مش تعمل دكتوره اهلا السلام عليكم زين الحال الحمد لله الحمد لله نورك الله يخليك عرفتك هاي جيب الورق جيب 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 الورق ها جيب 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 ها جيب جيب طيب انت مش شهاداتك معانا هاي ايوه هذه دي صور كلها الاصل في البيت ايوه لا لا هاي ابوي بس قال لي يقول له ده ولد طيب انت ولد طيب ولد طيب هاي الطيبه بسردينة انت اولا هاي انت ولد من وين ها انت من وين اهلك وين على فولاب قبيلتك منو فولاب فولاب انت فولاب ايوه يا سلام هاي والله يا ابوي بس قال لي كيف شو طيب كيف امورك كيف الحمد لله يا حبيبي يا ما شاء الله الحمد لله الفولاب ما ظاهرين اي والله الفولاب زي ما صعبين اي والله ابن داري الفولاب زي ما تمام صحيح 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 والله اي والله كنت تقول انا من الفولاب ما خلاص الكلام انتهى اي والله في كلام ثاني ما في ما في كلام هاي كلام كمل ها كلام كمل فولاب تعال الباقي كله هو ساي
لكن والله شهاداتك تعبانه خلاص. اه لكن ما مشكله. شهادتك دي قبول ساي قبول بس. الله هنا جايب الباص بس. عيان كان. ما عندك اي خبره. عيان. لكن ما مشكله من دربك هنا. اي. ما فولاب كمان. اي والله. فولاب ده كمان ده لون تدريب. عفيت منك. ده لون شهادات. عفيت منك. افاصمع سك الولد. اي. ولك شنو كمان؟ ايوه. تدعي لك ولد؟ ما في ولد. انت فولاب تخش طوارئ تشتغل. يا سلام الله يخليك. ابوي قال لي كده والله. شنو انت ما كان تقرا ذاته؟ اي والله. اصلا ما كان تقرا. اي والله. القاري لا شنو انت؟ اي والله. انت ما جاهز؟ ايوه صح. شغلك جاهز؟ اه. عليك انا اخواننا زول فولاب طالب دول شهادات؟ ما بدور والله. اتفضل امش. يا سلام يا اخي. اتفضل على المدير انت حتجي تمسك المدير هنا. اموت في الفولاب. نزح لك اي واحد. قال شنو قال؟ تسالب دار اشتغل قال بالله ما حرام عليك ايش في البيت اعمل فيه ده ما انا كنت ازال بسم الله الرحمن الرحيم انا عملتش ناسه المؤسسه دي هاي حكوميه ولا حقتكم انتوا حكوميه طيب ليه هاي ليه تطرد الزول عنده خبره وعنده ماجستير والزول المؤهل وتجيب قريبك نحن المحاباه والمعابه دي زحنا ضيعتنا وضيعت البلد دي كلها ما ممكن يا اخي انت سلام انت عارف اهله من وين؟ نحن مالنا مال التسالب اهله من التسالب تسالب شنو يا اخي؟ ما بتبقى معي هنا ما بتبقى معاك ما بتبقى اقول لك حاجه؟ بعدين ما تسالب بعدين نحن دارين مدير تخش زول مدير طوالي مدير من وين يعني؟ مدير المؤسسه طوالي مدير بعدين طوالي يبقى من الفولاب؟ من الفولاب هاي طبعا انت ذاتك انت الفولابي ده المؤسسه دي عملت لها شنو؟ موديها لي ورا كيف يعني؟ موديها لي ورا لانك انت ذاتك ما عندك خبره ما عندك اي قدرات انا ما فولابي تاني خبره شنو تاني؟ في زول من الفولاب بيقول له انت عندك شهادات خبره كمان؟ يا جماعه طوالي. يا جماعه الكلام ده صح؟ الناس اللي عندهم خبرات ومؤهلين كلهم طلعوهم من البلد دي مشوا يجاروا في شوارع اوروبا اوروبا ذاتها قفلوها منهم ما ممكن يا جماعه القدرات بتاعتنا كلها مشوا اختربوا وهاجروا واستفادوا منهم الدول الثانيه قدرات شنو؟ المهندسين الدكاتره عشان انتوا هنا ما بدينهم مجال يشتغلوا ما ندوهم مجال كيف يعني؟ عملنا شنو يعني؟ احنا نشغل الوطن كله يا اخي؟ هسه شنو يا اخي؟ طيب لما ما دارين تشغلوا عاملين جامعات وعاملين هناك كثير عاملينها لشو لما ما دارين تشغلوا؟ هاي هاي ها؟ شوف اولى لك فاولى ها؟ اولى لك فاولى اولى لك فاولى؟ ايوه لا ما في حاجه اسمها اولى لك لا 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 نحن شغالين اول حاجه تبدا بالقريب تبدا باليسرى تبدا باليسرى دي مزعول منها انا تبدا باليسرى بعد اليسرى تبدا بالعائله الكبيره بعد العائله الكبيره تبدا بولاد العم بنات العم كده طوال وانت ماشي الاهل طوالي القبيله كده لحد ما تصل القبيله تقول لي انا اجيب لي ناس عايل لي ناس هاي اجيبهم البلد دي البلد دي لو خرج انا عاين اهلي ولا اجيب الناس الاغراب لا لا انت بتتكلم كيف كده اسمعني انت اسمعني انت واسمعوني يا جماعه اسمعوها نحن غير ود فلان ود علان البلد دي لو خرج شو لحد هسي هلا خرشوا وانا ماني مال انا مقدمها انا يعني خلاص يعني البلد دي كلها صلحت بس بقت علينا لا والناس الثانيين كلهم هي زول يعين ودهله ويشغل ودهله انا بس ابقى علينا الوحيد انا ما بدي اشغل اهلي البلد دي ضيع شو المحسوبيه والقبليه شفتها شفتك انت من خش فلان دوت فلان الناس المحليين بلدنا شفتك الكلام ده ايوه هاي 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 ما تتكلموا ساكت ما تتكلموا ساي انا ده اهلي دين انا كان ما شغلتهم كان مشوا حته ثانيه هل بشغلهم منو ما زي اهلي انا دين لما نمشي هناك ما بشغلهم بشغلهم انا وهل الناس الثانيين يشغلون اهلهم القصه ما كده يا اخي انت بتتكلم كيف يا اخي لما تفتح شركه خاصه انت قال انا ما عندي فهم ولا شو اسمع اوريك الفهم انا اوريك الفهم انا لما يكون عندك شركه خاصه أي. فتحتها من حر مالك أي. تشغل فيها اولاد اهلك لكن مؤسسه حكوميه أي. اشتغلوا فيها كل المؤسسه الحكوميه دي المؤسسه السودانيه اللي اشتغلوا فيها أي. 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 ايوه أي. ما تتفاجئ ساكت ما تتفاجئ ساكت ما تتفاجئ ما تتفاجئ في الهواء انا مزعول هنا من المؤسسه دي حكوميه مش مزعول منها انا انا عندي الحق عينه دار عينه ما في زول بيجي يقول لي عينك فوق رقبتك وانا اقول لك حاجه هاي انا قاعده هنا لقب المرصاد ولي امثالك حافضحكم في التلفزيونات في الجرايد هاي ما تتفاجئ ساي ما تتفاجئ كل زول مسؤول من اهله آه. اولى لك فاولى انا اشغل اهلي اهلي اللي انا بشغلهم منو هو امشوا شغلونا الناس الثانيين ما بشغلون هسه كان مشوا اي حته بجيبون راجعين شغلون انا
كويس استناني. هيا زول يشغل اهله. استناني في المؤسسة. هيا زول في الدنيا يشغل اهله، الا انا بس ابقى عليكم ما فيهم فايدة. لا ما تمشي له. لا ما بيخدمك. لا ما بي... لا انا اخدمهم دول مع اهلي. اقول لك حاجة. هاي. اقول لك حاجة. هاي. اديني شهر واحد. شهر واحد. انا لو ما شفتك بالوسائل الاعلامية الصريحة بالواتساب وبالفيسبوك حاشيلك وشيل قبيلتك كلها. ايوه ايوه انا ايوه رجالات تشيلين انا ايوه والله يا ابي طلعت من الكفر كمان. قريبي 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 حبيبي قريبي كيف؟ زين حال كيف امورك؟ مسكت عملك خلاص؟ زين طيب كيف انت؟ مسكت الشغل؟ ازيك يا اخوت؟ عليك الله يا جماعه شوفوا دقيقة شوف المتخلف المشكلة دقيقة يا اخو دقيقة دقيقة ده متخلف ده بيمعنش راسي دقيقة دقيقة وريني شهاداتك دي وريني اياها دقيقة براحة 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 انت قال انا قاري جامعة قول انت قال ساي يا اسمعني اسمعني انا والله بصراحة كده لقيت القصة دي ما لافقة كيف؟ كانما شلت اللقمة ما حقتي انا كيف؟ ومن حقي انا اقرا كويس واتعلم كويس بدون محسوبية والله غلطان انا هاي معلش غلطان انا لا هاي بعد معلش هاي اسمعني اسمعني هاي عشان احنا انا شاب مش أي. عشان بعدين الشاب هو نعم. بيكون مسؤول نعم. من الحاجه اللي بيعملها ومين حسي الواحد لو ما عمل الصح لما يخش في الخمسين ما بيقدر يعمل الصح انا بصراحه كده فكرتها انه بدل ما انا اشتغل بانه انت بتعرفني ومني انا اشتغل بعرقي واشتغل بسودانيتي انه سوداني فقط لكن بقبليه وتشتغل عدل بالدغري كان اشتغلت تشتغل في راسي ده ما خلاص ما خلاص والله الا سافر برا انا لو في زي والله الا سافر برا اسمعني والله الا سافر برا اسمعني يا غريب فولاب يا فولاب يا فولاب انا احنا لو ما اتفقنا قلنا فولاب وتسالياب وسمسماب وعدساب ما بيتفقوا معنا بيتفقوا التسالاب ما بيتفقوا كعبين ما بيتفقوا بيتفقوا انا بعرفهم يا بيتفقوا بعرفهم انا يا حمد انت بتعرفهم لا ما معلش من العمل لو سمحت تعال 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 نعم والله بصراحه بصراحه انا قبل شنيت عليك حمله نعم. انا اسفه جدا ده راح اعتذر لك ما في مشكله لانك انت بقيت زول واعي معلش انت بقيت زول عارف معلش لكن ودهلك ده اي معلش 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 ودها لك ده ابا نوريه بس هاي. انه انا حمد انت تشتغل انا مش زول فولا بغيرك اخوي امسك المحله اتفضل ما في يا حمد يا حمد انا مش فولابي اكلم كل الفولاب ما تشتغلوا بالواسطة خليهم. ما تشتغلوا بالمحسوبية أيوة. ما تشتغلوا بالجهوية خليهم. ما تشتغلوا بأنت من وين ما تشتغلوا تشتغلوا بسودانيتك أنت سوداني ليش خلاص بدرنا منها هاي. أيوة يا أخي دينشا ساي هاي. دينشو دينشا ساي والله أمس قول لهم هاي. لما ننعصروا بيجوني أنا مش بكلمهم مع السلامة والله بكلمهم أنا بكلمهم أنا بكلمهم أنا بكلمهم أنا بكلمهم والله وبتبقى ما فيه لابي حنبقيك عدسابي بمباي أي حاجة نحن دارين نحدد هويتنا الدينية أول حاجة وجنسياتنا السودانية بمختلف ما تقول لي ده فوراوي ده جعلي ده دواسي وده عرب ده بطحاني ده أيًا كان هنحن في النهاية سودانيين هنحن الليلة يوم جدودنا المهدية حققوا الاستغلال ده وحاربوا ما قالوا ده قبيلته كده ولا قبيلته كده أي واحد مسك حربة ومش حارب الإنجليز لان وده ليه ده مستعمر خارجي يا جماعة احنا ما منتبهين لنقطة واحدة إنه الدين ده لما ينجا جعلنا أمة واحدة كويس جعلنا شعوب وقبائل عشان ما نتعارف ما عشان ما انت تقول لي ده انت من وين وانت من وين عشان ما تنفر منه كويس الليلة ممكن الجعل يقول هاي ده ما شايق ما له هاي ما بصاحبه ما بتاع دي حاجة احنا شايفينها تمام فالحاجة دي ما عندها أساس نحن لو رجعنا للأصل ما عندها أساس وده يندل هيدل على التخلف والبعد عن الدين